اهلا بكم من مطبخ ايمي ميكسولوجي. النهارده جايبه لكم الطريقه السريعه لعمل الكشري، وهي كشري الحله الواحده. في حله على النار هنضيف ما يعادل من معلقتين لتلاتة زيت، ونبدا نحمر الشعريه. طبعا الكميات حسب ما انتوا بتحبوا، في ناس بتحب تحط كميه شعريه كتير، في ناس بتحبها قليله. بعد ما لونها بقى ذهبي جميل كده هصفيها من الزيت. هنضيف بصلة مفرومة وفصين ثوم في الزيت اللي صفيناه من الشعرية ونشوحهم على النار. ودلوقتي هضيف طبق عدس بجبة مغسول كويس واشوحه مع البصل. بعد كده هضيف من كوباية لكوباية ونص مية مغلية، واسيب العدس على النار يغلي لمدة 10 دقايق، لانه بياخد سوى اكتر من الرز. كده العدس اتشرب ميته، هبدأ انزل عليه كوباية رز مغسولة كويس، وهحط باقي الاضافات. وهضيف هنا مكرونة مرمرية، طبعا الكميات وانواع المكرونة حسب ما انتوا بتحبوا، وبرضو هضيف مكرونة قلم والمكرونة الاسباجيتي، وكمان لسان عصفور بيبقى طعمه جميل جدا في الكشري. ولو عندك برضو عدس اصفر ضيفيه. ودلوقتي هحط الشعرية اللي انا حمرتها في الاول. برضو هرجع اضيف من 3-4 معالق زيت كبار عشان المكرونة ما تنشيش معايا وتعجن في الكشري. وطبعا ما ننساش الملح، هحط معلقتين ملح كبار. دلوقتي هضيف المية المغلية، بس مش هكملها للآخر عشان بس تساعدني ان اقلب المكرونة مع الرز والعدس. طبعا كشري الحلة الواحدة بيوفر في الوقت والمجهود وكمية المواعين اللي احنا بنستخدمها، كمان بيطلع طعمه ألذ من الكشري العادي لان كل المكونات بتبقى مستوية في قلب بعض. بعد ما اتاكدت انه اتقلب كويس جدا نقلته على العين الصغيره، وهبدا ان انا اكمل بقيه الميه المغليه بحيث انها تغطي وش الكشري مقدار 1 سنتي او عقله. طبعا الفتحات اللي انا بعملها دي بالمعلقه عشان الميه تنزل لتحت واقدر اعرف مستوى الميه قد ايه. وهضيف برضو على الوش معلقتين زيت عشان المكرونة تطلع مفلفلة لانها مش مسلوقة وممكن تنشي معايا. بعد 5 دقايق كده الكشري بدأ ان هو يتشرب ميته، يدوبك في شوية مية بسيطة جدا على الوش، فده معناها اني محتاج يتوطى عليه واسيبه بقى لمدة تقريبا 1/3 ساعة يكمل سواه على نار هادية. دلوقتي هجهز صلصة الكشري في حلة على النار فيها معلقتين زيت، هضيف عصير الطماطم برضو الكمية حسب ما تحب، وهضيف معلقة كبيرة سكر
معلقة صغيرة فلفل أسمر وربع معلقة زعتر ومعلقة ملح، وسيبها تتسبك شوية على النار. في كزرلة صغيرة هجهز دقة الكشري. انا عندي تقريبا 5 فصوص توم كبار مفرومين، هحطهم في الكزرلة في شوية زيت بسيط واسيبها لحد ما تصفر حاجة بسيطة، وتشرها بمعلقتين خل كبار، وهضيف عصير ليمونة كبير. هضيف جزء من التومة دي للصلصة واسيبها تكمل تسبيكتها على النار. في ناس بتحب صلصة الكشري تبقى بالبصل، بس عندنا احنا بنحبها بالتومة، بيبقى طعمها لذيذ جدا وخفيف. هضيف كوباية مية مغلية لباقي التوم اللي عندي واسيبه يغلي على النار، وطبعا معلقة كمون والملح، ويبقى كده دقة الكشري عندنا جاهزة. نيجي لأهم حاجة في طبق الكشري، وهي البصلة المقرمشة. أنا عندي هنا 3 بصلات مقطعاهم ترانشات رفيعة، وحطيت لهم دقيق ورشة ملح، ده بيخليهم مقرمشين لما يتقلوا، واتاكد ان الزيت سخن جدا، وابدا ان انا احمر البصله فيها، ما بتسابش كتير، يا دوبك حاجه بسيطه ونرفعها، بتاخد لون ذهبي جميل جدا وتبقى في نفس الوقت مقرمشه جدا. وما تنسوش بنستخدم البصل الابيض مش الاحمر، لان البصل الاحمر بيغمق ويطرى لما بيتقلي. ده كده الكشري بعد ما عدى 1/3 ساعة استوى، وبرضه بقى مفلفل جدا وجميل. انا هنا عندي عاملة كمية كبيرة عشان العدد، انتوا برضه الكمية حسب ما تحبوا، وبرضه هتعملوا نفس الخطوات، هيطلع معاكوا برضه مفلفل ولذيذ جدا. والف هنا على قلوبكم يا رب، وقولولي ايه رأيكم في الطريقة دي لو جربتوها، وبرضه اللي بيعملها بحاجات مختلفة او تكات مختلفة يكتب لي في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك للتشجيع، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة، واستنوني في وصفة جديدة بإذن الله.